اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بضيف النهارده في المحترف النقد الرياضي ايهاب الجنيدي. مساء الخير عليك ايهاب. مساء الخير يا كابتن هاني، برحب بيك وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي والجماهير المصريه، وان شاء الله كل ليله سعيده كده على مصر كلها يا رب ان شاء الله. هنتكلم اكيد على منتخبنا وعلى مباراه الكاميرون، لكن خلينا اخد معاك كده بعض الاخبار اللي يمكن الصحف العالميه تطرقت ليها بشكل كبير جدا، وعلى على سبيل المثال صحيفه ديل ميل البريطانيه بتتكلم على تصريح غريب جدا. ابو بكر طبعا المهاجم الكاميروني لاعب النصر السعودي بيتكلم وبيقول ان صلاح لعيب كويس بيأدي بشكل كويس مع بلاده، لكن هو لا يقنعني، محمد صلاح ما بيقنعنيش ومش عاجبني بشكل كبير. تفتكر ده هل يعني من خلال الحرب النفسيه اللي هي يمكن بيمر بيها منتخبنا خلال الايام اللي فاتت بعد الفوز على المغرب ولقائه مع الكاميرون، هل الكلام دوت ايضا من الحروب النفسيه على نجم كبير زي نجم محمد صلاح افضل لعيب في العالم؟ طبعا يا كابتن، يعني انا بتفق معاك تماما يعني في الكلام ده ضمن الحرب النفسيه. فينسنت ابو بكر لعيب كبير جدا ونجم الكاميرون الاول في البطوله طبعا، وهداف البطوله حتى الان 6 اهداف، ولكن تصريحه ده ليس له محل من الاعراب. انت بتتكلم زي ما بنقول كده، الشمس واضحه للجميع، مفيش حد دلوقتي على خلاف يا كابتن على مستوى محمد صلاح بيعمل ايه في الكوره في العالم كله. العالم كله يخلع القبعات لمحمد صلاح حاليا، وعارفين ايه محمد صلاح. فانا شايف ان ابو بكر حب برضو ده النجم الكبير اللي في الفرقه المواجهه لينا، ومحمد صلاح نجم فرقتنا، قال اطلعه بره تركيزه شويه، اخليه برضو هو طبعا تصريح يفكر فيه وكده. ده قدامنا ايهاب، وكمان هو كمان قال انه محمد صلاح لعيب بيسجل بس كثير من الاهداف، لكنه لا ينتج شيء في اللعبه ولا يرتقي لمستوى كيليان امبابي. هو تصريح مستفز، يعني تصريح انا يعني مستفز بشكل كبير، انه خلي بالك هو بيتكلم في نقطه هو المفروض اللعيب هداف، ويقول لك هو محمد صلاح ما بيعملش حاجه غير انه بيجيب جوان كتير. يعني انا يكفيني ان محمد صلاح يجيب جوان كتير. يعني انت راس حربه يا فينسنت نفسك، انت كل اللي بتعمله مع الكاميرون بتجيب اهداف. يعني هو مش لعيب بيمر تمريرات حاسمه بيعمل حاجه بيساعد في الدفاع، هو برضه لعيب هداف. التصريح ده كابتن يعني التصريح لقى عليه انتقادات كتير في السوشيال ميديا. صحيح. من محبي صلاح سواء في انجلترا او حتى في العرب ومصر والدنيا كلها، كله انتقد تصريحاته دي، والبعض يعني ضمها زي ما حضرتك قلت دلوقتي الجانب الحرب النفسيه، الحرب النفسيه اللي بيمارسها الكاميرون بقاله 3 ايام على كافه الاصعده. مسؤولين بداية من تصريحات إيتو الغريبة التي ليس لها، زي ما كيروش قال له في المؤتمر الصحفي، قال التصريحات دي ما عادش ليها مكان في كرة القدم. يعني إيه حرب ويعني إيه الموت ويعني إيه اندمار؟ الحاجات دي كلها ما عادش ليها مكان خلاص في كرة القدم الحديثة. امبارح الطائرة الدرون اللي كانت بتلف فوق مران المنتخب وقالوا إجراءات أمنية، طب الإجراءات الأمنية دي ما شفناهاش ليه في الـ4 ماتشات اللي فاتوا، و5 ماتشات للمنتخب حتى الآن ما شافوهاش في التدريب، ما حصلتش في التدريب. قال لك لا، بعد احداث ملعب اولمبي واللي حصل والتدافع الجماهيري وكده اجراءات امنيه. فانا شايف لا، من الواضح ان في بيحاولوا يعملوا جو من التوتر حوالين تخرج من تركيزك. صحيح. هم عايزينك تخرج من تركيزك، هم خايفين من منتخب مصر. يبقى منتخب مصر سيد افريقيا، منتخب مصر هو الاول في افريقيا، كل صحيح. المنتخبات اللي كانت مرشحه على الورق قبل ما تلعب مصر والمغرب، لا ده المغرب ده اقوى، المغرب مرشح، مصر كودوفار. هنتكلم في ده بالتفصيل، لكن كمان عايز اروح لجريده ليكيب الفرنسيه. ليكيب الفرنسيه يعني راحت لجزئيه قبل النهائي ما بين السنغال وبوركينا فاسو، ووصفت منتخب السنغال بالمنتخب القوي، منتخب فيه عناصر مميزه جدا، بيلعب كوره شامله بشكل كبير، واشادت بفوز السنغال على بوركينا فاسو 3-1. تمام، منتخب قوي جدا يا كابتن، لا جدال في ده، منتخب بيقدم كوره رائعه في الوقت ده، منتخب السنغال. ان المنتخب طبعا يا كابتن وحضرتك ادرى بالنقطه دي، طبعا منتخب يوصل للنهائي القاري بتاع القاره بتاعته، يوصل له للمره الثانيه على التوالي بعد ما وصل في مع منتخب الجزائر في 2019، معنى كده ان ده منتخب ماشي بثبات، منتخب ماشي بقوه، خطوات ثابته في البطوله، منتخب بيتقدم من فتره للتانيه بشكل كبير، عندهم نجم كبير جدا زي ما احنا بنراهن على محمد صلاح، عندهم نجم كبير جدا ساديو ماني، ساديو ماني قائد كبير يا كابتن في الملعب. صحيح. حتى لو ما فيش اهداف كتيره، حتى لو مش مؤثر قوي، ولكن هو الحلقه اللي بتدي كل الفرقه الروح وبيحمس لعيبته بشكل كبير جدا، وعندهم اصرار كبير انهم ياخدوا البطوله دي. صحيح، يمكن من خلال طبعا اللي كتب كمان في الكيب الفرنسيه ان هم بيقول ان المنتخب السنغالي يمكن ما بيأديش بجماليات معينه، ما فيش جماليات في اللعب، ولكن
فريق افكت، فريق منظم، فريق يعني بيعرف يفوز بشكل او باخر، وده اللي شفناه يمكن في مباراه ساحل امام بوركينا فاسو. طيب على الجانب الاخر طبعا جريده ديلي بوست النيجيريه، المدرب طبعا مدرب نيجيريا ومدير فني للمنتخب النيجيري، بيرشح وبيقول لك مصر، المنتخب المصري هو المنتخب بسيره. طبعا المدير الفني المنتخب النيجيري بيقول ان مصر هي المرشحه الاولى للفوز بهذه البطوله، وبيقول ان مصر عندها كل الامكانيات اللي تقدر من خلالها ان تفوز بهذه البطوله. جوزيه بسيرو ليس غريبا على الكره المصريه يا كابتن هاني، ده المدير الفني السابق للنادي الاهلي، قائد النادي الاهلي، عارف الكره المصريه جيدا. صحيح. شاف تطور منتخب مصر في البطوله، منتخب مصر اللي يشوفه في الدور الاول منتخب مصر ما كانش يرشحه ابدا انه يمر للادوار النهائيه ويعبر المنافسين الواحد تلو الاخر بالشكل ده. فهو جوزيه بسيرو وجهه نظره من خلال مش بنهاش كده، ما قالش خلاص ان المنتخب ده يوصل كده، لا، في معطيات بنى عليها كلامه. منتخب مصر قدم اثنين من اجمل مباريات البطوله قدام كوديفوار ثم قدام المغرب، ثبات في المستوى، تحركات جيده، فكر مختلف في الملعب شفناه من كروش حتى بعد الانتقادات اللي كانت في الدور الاول، يعني كان في تطور كبير في منتخب مصر، بنى عليه رايه ده ان منتخب مصر مرشح قوي للفوز باللقب في النسخه دي من البطوله. صحيح. طب خليني اخد من كلامك واقول لك ايه الفرق اللي ممكن يظهر النهارده ما بين المنتخب ساحل عاج وفوزنا عليه ومنتخب المغربي، ايه اللي ممكن النهارده يحصل بالنسبه للمنتخب المصري؟ هل هيكون مفاجآت على مستوى التكنيك او على مستوى الفني اللي هيلعب بيه المنتخب الكاميروني؟ ايه هي المشاكل اللي ممكن يقابلها النهارده المنتخب المصري في مباراته؟ منتخب مصر المشكله الاكبر يا كابتن هاني من وجهه نظري هتكون الشراسه اللي هيقابلها من المنافس. المنافس هيكون شرس جدا على المستوى البدني ولا على المستوى الفني؟ على المستوى البدني. البدني منافس شرس جدا طوال المباراه، ويمكن من اول البطوله اول حاجه لاحظناها لما اتكلمنا كان في حديث بيني وبين حضرتك، قلنا ان المنتخب ده هيتعب اي فرقه هتقابله. أيوة. بدنيا منتخب الكاميرون قوي جدا بدنيا، يعني من بدايه البطوله منتخب قوي جدا بدنيا، ما بيتعبوش لاخر دقيقه في المباراه بيلعبوا. خلي بالك ان احنا منتخب مصر لعب ماتشين بوقت اضافي، ماتش كوريفار وبعدين ماتش المغرب، ارهق جامد جدا في دور ال 16 وفي دور الثمانيه، ممكن ده ياثر على منتخب مصر النهارده. عامل تاني هيكون ضغط كبير على منتخب مصر، جماهير، جماهير هتكون اكيد الملعب مكتظ عن اخره النهارده بالجماهير، جماهير التانية هتكون بتشجع بقوه وبشراسه منتخب الكاميرون النهارده، ده برضه هيكون عامل ضغط كبير على لعيبه منتخب مصر، وهيكون عامل تحفيز كبير للاعيبه منتخب الكاميرون اللي شايفين انهم بيلعبوا على ارضهم، ويوم بعد يوم شايفين حتى تصريحات مدربهم امبارح بيقول ان البطوله قربت، البطوله احنا قدامنا محطه صعبه جدا يصف بيها محطه منتخب مصر، لو عدينا المحطه دي هنبقى قربنا كتير قوي من اللقب. صحيح. طيب اعتقد قبل ما يقولوا لي التشكيل، عشان تقريبا التشكيل نزل كنت تتوقع عني تشكيل ونقارنه بالتشكيل الرسمي اللي نزل. طيب انا ما اعرفش ايه اللي اتقال، بس انا اقول انا محمد ابو جبل، عمر كمال، الونش وعبد المنعم وفتوح، في النص هيرجع حمدي فتحي مع السوليه والنني، والثلاثي الهجوم اللي ما بيغيروش محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. ده اعتقد التشكيل الاقرب، فعايزين لسه التشكيل الرسمي ما نزلش، لكن اعتقد ده الشكل الافضل للمنتخب المصري. انت بتتكلم على حمدي فتحي، ورقه اعتقد مهمه جدا جدا في مباراه النهارده على المستوى التكتيكي. بنتكلم كمان يا هاب، كنت بتتكلم على المخزون البدني للمنتخب المصري، اكيد اتاثر بالماتشين امام ساحل العاج وامام المنتخب المغربي. ايه اللي ممكن يعمله المنتخب المصري علشان يواجه الشراسه على المستوى البدني للمنتخب الكاميروني؟ منتخب مصر لازم يقسم المباراه لفترات، دي بدايه النجاح في المباراه دي، يشوف فتره جس النبض، يمتص حماس المنتخب الكاميروني، اكيد المنتخب الكاميروني هينزل بدفعه معنويه وحماس زائد شديد بحثا عن هدف مبكر يساعده في المباراه. منتخب مصر عنده من الخبرات الكبيره جدا، ولاعيبته عندها من الخبرات انه يقدر يتعامل مع الشكل ده ومع الشكل الهجومي ده من فريق صاحب ارض وجمهور، ده بيبقى ليه طريقته، اكيد عند لعيبه مصر وكيروش كلمهم في النقطه دي، عندهم خبرات. لازم نقسم المباراه، لازم يوزع مجهود الفريق على مدار المباراه كلها يا كابتن، لان لازم نحط احتمال كبير ان المباراه ممكن تبقى زي كوديفوار والمغرب، ممكن تمتد لوقت اضافي جديد. النهارده كروش تجربه في المباراه اللي فاتت اثبتت ان منتخب مصر مع كروش ليس في حاجه لصانع لعب.
منتخب لا يعتمد على صانع لعب. اللعيب اللي هو البلاي ميكر في نص الملعب عبد الله السعيد او غيره، ايا كان الاسم، التجربه لما جربها تريزيجيه في المباراه الاولى كانت تجربه يعني مش عايزين نقول فشل، كانش جاهز لسه يعني برضه بدنيا يعني. لا برضه تجربه ما كانتش ناجحه. احنا منتخب مصر خلاص هي طريقته دلوقتي الافضل والاقرب للنجاح دايما اللي بيطبقها كروش هو انه بيلعب بثلاثه ديفندر في نص الملعب، واحد منهم بيرجع يامن مع الدفاع دايما، غالبا حمدي فتحي بيقوم بالدور ده. قدام منتخب زي الكاميرون خاصه في القدرات البدنيه العاليه جدا لثنائي زي فينسنت ابو بكر العملاق الدبابه شبيه لوكاكو زي ما بيقولوا عليه. طيب هو التشكيل برضو تشكيل منتخب مصر النهارده امام المنتخب الكاميروني، طبعا ابو جبل في حراسه المرمى، عمر كمال عبد الواحد باك يمين، بنتكلم على محمد عبد المنعم والونش اثنين سردباكات، ابو الفتوح احمد فتوح في الجهه اليسرى، بنتكلم على ثلاثي وسط الملعب حمدي فتحي عمرو السوليه والنني، ثلاثي في وسط الملعب مع الثلاثي الهجومي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش زي ما انت هو التشكيل هو نفس التشكيل، وفي اعتقادي ده التشكيل الامثل، ده التشكيل القريب جدا لهذه المباراه. دخول حمدي فتحي اعتقد هيعمل عامل ايجابي، لان زي ما بنقول وارد جدا كمان ايهاب ان حمدي فتحي يلعب نفس الدور اللي بيقوم بيه في النادي الاهلي، يعني نطير الاجناب في وقت معين ونلعب بثلاثه في الخط الخلفي، يبقى موجود حمدي فتحي جنب محمد عبد المنعم والونش ونطير عمر كمال الباكين عمر وفتوح. بص يا كابتن، في حاله الهجمه علينا الهجوم اللي علينا، وده طريقه يعني منتخب الكاميرون الضغط الكبير لازم تقفله. منتخب الكاميرون من المنتخبات بيعتمد على حاجه اساسيه جدا زي الكره الجزاء، بيعتمد على الكره الطويله للاثنين زي ما قلت حركه الدبابه فينسنت ابو بكر وقال اوتوكو اكامبي مهاجم ليون والخطير جدا واللي هو كمان جايب خمس اهداف في البطوله. كل اعتماد منتخب الكاميرون خلال المباريات واللي شفناها الكره الطويله والعرضيات. صحيح العرضيات الاثنين دول ابو بكر ده فنار، اي كره لازم محتاج مراقبه قويه معاه، فطريقه انك تامن قدام الاثنين دول قدام منتخب بالشكل ده وبالقدرات البدنيه دي لازم هيميل عمرو السوليه على عمر كمال في حاله هجماتهم يبقى مامن معاه، ده في حاله الهجوم علينا، والناحيه الثانيه هيميل النني على فتوح، وهيبقى عندنا النص يرجع ورا مع الاثنين الهاف الاثنين المدافعين بتوعنا، حمدي فتحي هينزل في وسطهم زي ما حضرتك قلت زي ما بيعمل في النادي الاهلي، يبقى كده امنت تماما في حال هجمات الكاميرون. في حال الهجوم احنا نقوم بالهجمه، خلينا نشوف بقى في حاله الهجوم عندنا فاصل سريع ونشوف كيف يفوز ان شاء الله المنتخب المصري على المنتخب الكاميروني، واستغل الاندفاع الهجومي اللي طبعا يعني مؤكد هيكون في اول ربع ساعه. المنتخب الكاميروني عنده على ارضه ما بين جماهيره وفي حماسه كبيره جدا جدا هتكون في الملعب، اكيد هينطلق باندفاع هجومي، ازاي احنا نصد هذا الاندفاع في اول ربع ساعه، وكمان ممكن نستغله بالكاونت اتاك، عندنا محمد صلاح، عندنا مرموش، عندنا لعيبه سريعه، هنناقش ده مع ايهاب الجندي بعد الفاصل. حسني عبد ربو، حسني زيزو 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 هيا بكلينكا. تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل الوصول إلى المحطة الأخيرة في رحلة البحث عن اللقب الثامن، يصطدم منتخبنا الوطني مساء اليوم بنظيره الكاميروني في مواجهة صعبة وخارج التوقعات. تحمل المباراة بين الفراعنة والأسود الغير المروضة الطابع الثأري لمحمد صلاح ورفاقه بعد خسارة منتخب مصر في نسخة البطولة عام 2017، ولذا يبحث منتخبنا عن الرد بقوة على الأسود في مباراة الليلة. ويخوض منتخبنا الوطني في ظل ظروف صعبة ظل معاناة كتيبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من غياب العديد من العناصر المؤثرة للإصابة مثل أكرم توفيق ومحمد الشناوي وأحمد حجازي، إضافة إلى مشاركة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة مثل محمد أبو جبل وحمدي فتحي ومحمود حمدي الونش. ويزيد من صعوبة المباراة بين مصر والكاميرون أن المباراة تقام على أرض الفريق المنافس وبين جماهير في الاستاد الأولمبي، فضلا عن حالة القلق من الحكم الجامبي بكاري غاساما الذي عينه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإدارة المباراة. رغم ما له من تاريخ أسود وخطايا مع الكرة المصرية لا سيما في حق النادي الأهلي، المنتخب المصري أنهى استعداداته للمباراة في ظل حالة من المعنويات المرتفعة جدا المسيطرة على اللاعبين الذين تتملكهم الرغبة في مواصلة المشوار والإطاحة بمرشح جديد لاقتناص اللقب، بعد أن أنهوا في الجولتين الماضيتين أحلام الأفيال الإيفوارية
وأسود المغرب الأطلسية، وكان المنتخبان من أقوى المرشحين لنيل لقب النسخة الحالية. التمنى يا رجالة شعار يراود كل جماهير الكرة المصرية حالياً على اختلاف ألوانهم في ظل الأداء المحترم والظهور القوي والتطور الكبير من مباراة لأخرى لمحمد صلاح وزملائه في مشوار كأس الأمم الإفريقية. حسني عطرابو، حسني هاريزو، زيزو 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 زيزو، هيا بتريكا. إن شاء الله تتمنى يا رجالة بإذن الله. أنا متفائل خير. النهاردة مباراة أكيد مباراة صعبة، أكيد مباراة حماسية بشكل كبير جدا، لكن إحنا إن شاء الله قادرين بإذن الله إيهاب إن إحنا نفوز بالمباراة لو ونحط يمكن 4-5 عوامل. لو إيه نفوز بالمباراة إزاي؟ احترمنا الخصم رقم واحد، احترمنا الخصم طبعا، احترمنا الخصم بشكل قوي تقديره. لازم نحط في دماغنا مش هو المنافس اللي قابلناه في كل المنتخب الكاميرون. كابتن منتخب مختلف تماما عن كل المنتخبات اللي لعبناها. منتخب الكاميرون منتخب شرس جدا، كل مباراته منتخب شرس جدا ويزيد من شرسته انهم عايزين البطوله دي. حضرتك شفت قد ايه هم حاربوا اساسا عشان البطوله تقام. صحيح. فهم بيلعبوا البطوله دي، البطوله دي نظام لازم ناخدها، وده يفتح، لازم ناخدها دي تفتح قدامك بقى كل حاجه تتخيلها في دماغك. فلازم نتوقع النهارده تحكيم ممكن يكون مش صالحنا، خاصة مع بكاري جسامة اللي ليه خطايا، أنا ما بقولش أخطاء، خطايا مع الكرة المصرية ومع النادي، مع النادي الأهلي في ماتش الوداد، في ماتش صن داونز، ماتشات كتير جدا يعني هو ليه خطايا وكوارث مع الكرة المصرية. لازم نحط في دماغنا ده، لازم ما يتكلمش حد زي ما حضرتك، أنا كنت سامع حضرتك في الانترو بتتكلم كباتن الفرقة، تتكلم مع الحكم بالظبط، ما تخشش ويبدأ تركيزك يقل واللعيبة تتجمع. كل واحد ده نقطة مهمة جدا يعني. لأن كان في نقطة وحشة أنا شفتها في ماتش المغرب تقريبا، اللي اعتراض على الحكم يا كابتن، الصور كل اللعيبة بتروح تعترض، حتى اللعيبة اللي على الدكة كمان كله بينزل يعترض على الحكم. فده شكل مش طبيعي، ممكن الحكم محدش هيلومه ساعتها ويقول لك فرصة، هو كده كده حكم يعني، مش عايز أقول دون المستوى بس يعني ذكرياته معانا مش جيدة، مش هنقول أكتر من كده. فممكن يستغلها، يطرد لي لاعب، ينزل لي لاعب، يخرج اللاعبين اساسا عن تركيزهم، يموت رتم المباراه، كل ده ممكن نتوقعه النهارده. ده برضو عايز كمان طبعا، اكيد طبعا كروش عنده والجهاز الفني والجهاز المعاون اكيد طبعا، واللاعب عندها هذه الخبرات، انه ممكن جدا ان يكون الحكم يوصلك لدرجه انك تستفزه بشكل كبير وتعترض بشكل غير لائق، وبالتالي تاخد كارت اصفر في كارت احمر وبتصعب الامور. فعشان كده بقول ان الهدوء في المباراة زي هدوء لازم يكون متواجد بشكل كبير، مش الهدوء انك يعني سايب نفسك، لكن الهدوء والروح القتاليه العاليه ده كمان مهم جدا. على المستوى التكتيكي بقى ايهاب، انت بتتكلم دلوقتي على راس حربه سريع بيلعب بدماغه كويس، هداف البطوله لغايه دلوقتي بست اهداف. عندنا عبد المنعم، محمد عبد المنعم، اللي انا في رايي المكسب الكبير والمكسب الحقيقي لمنتخب مصر هذا اللاعب، والوينش بعد عودته من الإصابة. إزاي نوقف هذا اللاعب وخطورة هذا اللاعب؟ طيب هنا هيبقى في دور كبير جدا يا كابتن للاعب الوسط. لازم من الأول لاعب الوسط ما نسمحش لفينسنت أبو بكر، مش لأبو بكر بقى، أنا هقول لك اللي بيوصله الهجمة لأبو بكر. حتى دي ممكن نلاحظها جميلة جدا لما تسأل كونسيساو البرتغال المدرب بتاعهم على فرقته، قال مش هم دول الناس كلها بتتكلم عن فينسنت أبو بكر وكارل توكو إيكامبي، في فريق كامل بيشتغل تحتهم بيوصلهم للنقطه دي. احنا عايزين نمنع الامدادات، خط الامدادات ده نمنعه، مش هيعمل حاجه، هو كل لعبهم عرضيات وكره طويله زي ما قلت لحضرتك بتجيلهم من ورا. فلازم احنا نقفل اللعب على الجناحين اللي بيمدوهم، ولاعيبه النص بتوع الكاميرون اللي بيمدوا ابو بكر وكامبي بالهجمات. يعني انت النقطه المهمه بالنسبه لك ان عمليه الضغط في نص الملعب لازم تكون قويه جدا، ما نسيبش مساحات في وسط الملعب على اساس ان الكره بتوصل، ولو حصلت وصلت حتى للمهاجم تبقى واصله بشكل غير مناسب، يعني ممكن جدا تكون فرصه لعب منعم، فرصه للوينش ان هو يعني ممكن يقطع الكوره، لكن الاساس وسط الملعب. طب الاجناب، احنا بنتكلم كمان عندهم اجناب بشكل كويس جدا، دول لعيبه مميزه في الاجناب. دور اللي هنا اللي هيقوم بيه فتوح وعمر كمال عبد الواحد، لازم يميل زي ما قلت لحضرتك يا كابتن، لازم يميل لعيب من نص الملعب على ده في حاله هجمات الكاميرون، ولازم يميل عمرو السوليه ناحيه عمر كمال، وهيميل وهنشوف ده في الملعب ان شاء الله كمان شويه، ويميل النني ناحيه فتوح عشان يغطوا الاجناب، لان الاجناب الكاميرونيه قويه جدا، عندهم اثنين اجناب
مميزين جدا في الهجمات ومميزين جدا في العرضيات. لازم دي بقى العرضيات يا هابل كنت هكلمك عليها برضو. العرضيات من الحاجات الخطر جدا لانه بيلعب بدماغه كويس قوي قوي. ابو بكر بيلعب بشكل اكتر من رائع يعني في بعض الحالات بيخطف من قدام، بعض الحالات الجامب بتاعه عالي وشفناه من خلال اهدافه اللي احرزها. فانك كمان تقفل الخط دوت او تقفل النقطه دي انك لازم يكون ما فيش عرضيات توصل كتير لمنطقه الجزاء. 60-70% يا كابتن من القضاء على خطوره ابو بكر النهارده فينسنت ابو بكر انك تمنع عنه العرضيات، لان مع احترامي للمدافعين بتوع المدافعين مميزين جدا ماشي، ولكن ده عملاق. احنا شفنا حتى الصحف بيتكلموا عليه في البطوله، الصحف العالميه دلوقتي بيقولوا شبيه لوكاكو بعد ما الراجل سجل ست اهداف ووصل كده العملاق والطول بتاعه 192 سم ولا حاجه. لازم اللعيب ده مع احترامي محمد عبد المنعم يعني جسمه وقدراته البدنيه هيبقى صعب يتعامل معاه. اكيد برضه الونش راجع من اصابه، هل يا ترى هيبقى ايه النهارده؟ ان شاء الله يكون مميز يعني جدا. الونش في الكرات العاليه مميز جدا، لكن خلينا نتكلم ان هي القوه البدنيه هي اللي هتبقى صعبه شويه. صحيح ولذلك انا بقول ان احنا ما نوصلش المدافعين بتوعنا انهم يبقوا في الوضع ده. وعشان كده كابتن انا متوقع كتير هنلاقي النهارده، وعشان كده كابتن مستر كروش لجا لحمدي فتحي. حمدي فتحي هيكون كتير جدا مع الاثنين لعيبه المدافعين بتوعنا في حال هجمات الكاميرا، هيكون معاهم بيقفل وبيكون بيملى، هيسد الثغره حتى لو في ثغره بينهم لما ده يروح مع حد وده يروح مع حد، لان برضو الاثنين دول بيفتحوا مساحات كبيره للي جايين من وراهم. يعني زي نظام ليبرو متقدم، يعني في الحاله واحنا معانا الكوره بيكون قدام الاثنين السيرد باكين، في حاله لو خسرنا الكوره بيكون قريب بشكل كبير جدا علشان حتى الكوره الثانيه كمان مهمه جدا الريباوند اللي بيرجع السكند بول عندنا. بالظبط بالظبط. نقطه ثانيه يا كابتن هاني لازم ناخد نلعب عليها، دفاع منتخب الكاميرون المدافعين بطاء جدا جدا. طب دي هتاخدنا بقى ازاي بعد احنا بندافع كويس وهيكون في اندفاع من المنتخب الكاميروني؟ اكيد بندافع كويس، بنعمل بلوك الكاونتر كويس اتاك. مفيش مساحات. اللي كان شويه بيعيب المنتخب المصري ان احنا الترانزاكشن التحول من الحاله الدفاعيه الهجوميه ما كانش كويس، ظهر بشكل اكتر من رائع في مباراه المغرب ومباراه ساحل العاج. نستغل ده ازاي؟ عن طريق ايه؟ يعني نقطع ازاي؟ عندنا مثال يا كابتن الهدف بتاع محمد صلاح في المغرب، الهدف اللي جابه تريزيجيه والانتقال، هي الكره برده كانت هجمه عليها ومرفوعه ارضيه وفي ضغط للمنتخب المغربي عايز يخطف هدف الفوز، لكن احمد سيد سيزو في ثانيه مرر تمريره كده سريعه جدا خلى صلاح، وكان في خطا من المدافع ادم ماسينا اعتقد ساعتها انه طلع مع زيزو وساب صلاح ورا، فاضطر ساعتها برده خرج قلب الدفاع يقابل صلاح، لان اساسا الباك اللي المفروض يقابله ادم ماسينا خرج لغايه زيزو في نص الملعب كان متقدم اه، فزيزو راح مرر الكوره دي، كانت كلها هجمه سريعه جدا وكان في التحام كويس جدا. بدايه انا بقول ان بدايه الجون ده مصطفى محمد الالتحام اللي عمله في الكره الهوائيه ودى الكره لزيزو بيقوم بادوار دفاعيه مهمه جدا. يعني حتى لو ما فيش اهداف لمصطفى محمد في البطوله والناس بتتساءل مستر كروش بيعتمد عليه باستمرار، مصطفى محمد بيقوم بادوار دفاعيه قويه جدا مع منتخب مصر حتى الان، يعني اكتر منه مش عايز اقول مهاجم اكتر منه مدافع مع الفرقه. فالسرعه دي في نقل الهجمه واللي حصل الهدف ده مثال عندنا، ووصلت لصلاح وصلاح مرر الكوره، ده في حاله منتخب المغرب كمان عنده مدافعين سراع وبيلعبوا كويس وبيلعبوا كوره. لا احنا عندنا في نقطه لازم نستغلها النهارده، نقطه مهمه جدا، ان اللعيب الكبير اللي كله بيعيبه على منتخب الكاميرون هو بطء قلبين الدفاع وبطء خط الدفاع بالكامل. هم عندهم بطء، اي مهاجم سريع هيلعب عليهم، وعندنا محمد صلاح اسرع مهاجم في العالم واسرع جناح في العالم ان شاء الله، وتريزيجيه الناحيه الثانيه، فلما يلعبوا بالطريقه دي هتبقى ده هيفتح لنا طبعا التشكيل. وهاخد من التشكيل اللي احنا قلنا التشكيل اوريدي، لكن خلينا نتكلم على دكه الاحتياطي. طبعا محمد صبحي، محمود جاد حراسه المرمى، تريزيجيه، امام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، مهند لاشين، ايمن اشرف، وطبعا احمد سيد زيزو، محمود علاء، مروان حمدي، وعبد الله السعيد. في المباريات زي دي كمان يا هاب اعتقد الدكه الاحتياطي بتكون عليها عامل مهم جدا للفوز بالمباراه. شفنا المباراه اللي فاتت دخول تريزيجيه، دخول زيزو عمل تغيير الى حد كبير في الحاله الهجوميه وقدر تريزيجيه يحرز هدف. انت شايف من خلال دكه الاحتياطي مين اللي هيكون عليه الادوار المهمه؟ طبعا على حسب سيناريو المباراه، مين اللي شايف من خلال الدكه انه ممكن ينزل يعمل الفارق؟ هما اتنين يا كابتن، ومن بدايه البطوله التجربه اثبتتها هما الاثنين اللي بيعملوا خطوره لمنتخب مصر. احمد سيد زيزو لعيب نشط جدا، لعيب محوري في نص الملعب، لعيب بيقدر يحرك الفرقه، ومحمود حسن تريزيجيه اللي اتطور
مستواه، واللي احنا زي ما كنت حضرتك بتقول هو عايز، كان عايز يلعب، عايز يشارك مباريات اكتر. لعيب عائد من اصابه كبيره 8 اشهر رباط صليبي، اما لعب وخد ماتش في الثاني اتطور جدا في المباراه الاخيره وشفناه اكثر فعاليه على المرمى وسدد اكتر من تسديده. فهم الاثنين دول اللي في ايدهم، هم دول الاوراق الرابحه على دكه منتخب مصر. بعض الناس كانت بتنتقد شويه عمر مرموش، يقول لك عمر خد فرص كتير جدا وعلى المردود الفني مش على المستوى اللي كنا عارفين عمر من خلال حتى مبارياته هنا امام المنتخب الليبي. ودي نقطه، وجود رمضان صبحي يمكن المباراه اللي فاتت نزل لاوقات قليله، غياب رمضان صبحي بقاله فتره كمان، دور محمد شريف لو بنتكلم على مصطفى محمد بيقوم بادوار دفاعيه بشكل كويس، بيحاول بقدر الامكان، لكن كمان وجود محمد شريف في رأيي ان كروش ما استفادش بيه بالقدر الكافي. يعني كان ممكن وارد جدا محمد شريف يشارك في عدد من الدقائق اكتر من كده عشان كمان يكون جاهز، كذلك رمضان صبحي لانه كمان سلاح قوي جدا لو جاهز بشكل مميز ولو في الفورمة بتاعته. ده يعدنا كابتن اللي قلناه اول ما كروش وانا قاعد مع حضرتك هنا في المكان ده مسك المنتخب، كروش راجل عنده سياسة ما بيغيرهاش، هو بيعتمد على المحترفين في كل المنتخبات اللي مسكها، هو راجل مقتنع تماما ان دايما اللاعب المحترف اللي بيلعب بره هو عنده ده لاعب افضل. مش معترض بس كمان اللاعب المحترف هو لاعب مصطفى محمد، لاعب كويس ولاعب هايل، لكن كمان زي ما بتكلم لازم يكون البديل كمان جاهز. يعني في فتره من الفترات ممكن جدا مصطفى محمد يكون ادى ادوار كويسه لكن محتاج شكل مختلف، محتاج انك نشتغل بينيات. يعني عندنا محمد صلاح بيضم، مرموش بيضم، يبقى في شغل من العمق شويه. مصطفى محمد في اعتقادي الشخصي محتاج كورسات اكتر، محتاج كور عرضيه بشكل اكتر شويه، فليه لا ان ممكن جدا يكون كمان شريف يقوم بادوار هجوميه. يعني طبعا شريف ورقه رابحه موجوده يا كابتن يلجأ لها في اي وقت على الدكه كراس حربه لو احتاج لراس حربه، ولكن هو بيلعب مصطفى محمد زي ما قلنا اتكلمنا، هو بيلعب مصطفى محمد عشان القوه البدنيه. محمد شريف يعني حتى الالتحام شفناه الماتش اللي اتعور فيه في بقه وكده، الالتحام هو عايز لعيب قوي جدا. الافارقه محتاجين لعيب يخبط فيهم زي ما بيقولوا كده، نقول بلغه الكره يخبط فيهم، هو مصطفى محمد بيقوم له بالدور ده. انما ما نقدرش ننكر ان محمد شريف ورقه قويه جدا موجوده كراس حربه، بيعرف يجيب جول، ودي حاجه دي اللي مفتقدينها في مصطفى محمد. محمد شريف عنده ميزه كبيره انه بيعرف يجيب جول، حافظ الشبكه، حافظ تحت العارضه والقائمين زي ما بيقول، حتى الكره اللي اتعور فيها يعني كانت كره خطيره جدا لعبها برده بالهيد وطلعت. فمحمد شريف يعتبر ورقه رابحه موجوده. نتمنى نشوفه في مباراه النهارده ونشوفه منتخب مصر كسبان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. زي ما بقول يمكن كان في حرب تصريحات قبل مباراه مصر والكاميرون من كل الجهات، لكن على مستوى كيروش المدير الفني للمنتخب المصري وتصريحاته قبل المباراه نشوفها مع حضرتك. لدينا احترام كبير للكاميرون وللاعبيه، لقد قدموا أداء جيدا، وكما قلت فإن القوة الضاربة للكاميرون كانت تسجيل الأهداف، لكننا جاهزون. إنه أمر مميز لأننا ننتقل إلى المباريات النهائية، نصف النهائي والنهائي، بعد خمس مباريات. أعتقد أن كل شيء مفتوح لجميع الفرق. For all the teams. ده كان كروش طبعا، وبيقول هو طبعا اكيد بيحترم المنتخب الكاميروني وبيقول المنتخب الكاميروني عنده قدره على التسجيل ما فيش شك، وبالتالي واضح جدا خلاص الاوراق كلها واضحه. ويمكن التكتيك هو اللي بيقوم بدور كبير جدا، وزي ما قلت كمان الدور البدني والعامل البدني هيكون كمان ليه دور مهم جدا في مباراة النهارده. رايك ايه في تصريحات طبعا يا كابتن هاني؟ وبرده هيزيد من صعوبه المباراه ان المدرسه البرتغاليه هي اللي بتدير المباراه، المدرسه الفنيه اللي بره يعني كروش، وهيكون قدامه مواطنه انطونيو كونسيساو برده مدرب اثبت نجاحات كبيره مع الكاميرون من ساعه ما تولى تدريب الفرقه، مدرب متميز. مستر كروش بيؤكد على احترام المنافس زي ما اتكلمنا في النقطه دي، ولكن هو بيقول ان لينا طموحنا، وهو حتى وجه رساله للعيبه عبر حسابه على تويتر امبارح تقريبا واتكلم في النقطه دي وقال لهم يلا يا رجاله احنا عندنا خطوه جديده نحو اللقب. عايز اقول ان كروش عكس ما ظهر لنا في البدايه، عكس ما ظهر خالص، وعكس ما الكل قال انه راجل بائس ومحبط. عايز انا وانت نقارن ما بين كروش كارلوس كروش قبل ما نسافر او تصريحاته وهو موجود في مصر، وال180 درجه اللي اتقلبت بعد كمان وصلنا لبعد دور المجموعات والفوز على المنتخب ساحل العاج. نشوف
هذا التحول مع إيهاب الجنيدي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بضيفي ايهاب الجنيدي. ايهاب، كنا بنتكلم على انها مباراه صعبه وفي في مواقف كتيره جدا جدا هتمر على منتخبنا وعلى لاعبتنا النهارده، لازم يكون في عنصر الخبره موجود. عنصر الخبره كان متوفر اكيد في محمد الشناوي طبعا اللي يمكن اصيب وخرج للاصابه، لكن يبقى كمان دوره خارج الملعب مهم جدا. احنا عارفين ان الشناوي طبعا خد افضل حارس مرمى في دور المجموعات، شايف كمان دور الشناوي ازاي من بره الخطوط؟ يعني خلينا نتكلم، ابو جبل بينزل بيعمل ادواره، وحتى محمد صبحي لما نزل عمل مباراه لا باس بها. محمد الشناوي قائد في المنتخب الوطني، احد قاده الفريق مع محمد صلاح وعمرو السوليه، هو القائد بعديهم طبعا. دوره مهم جدا زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني. الايام اللي فاتت وفقا للمعلومات اللي جات لنا من معسكر المنتخب كان بيحفز، وده شيء جميل جدا، وشفناها حتى بعد ماتش كودوفار الحضن اللي كان بينه وبين محمد ابو جبل. صحيح. كان بيحفز الحراس بشكل قوي جدا، وكان بيحفز، قعد مع محمد صبحي اول امبارح وقال له كان لسه موقف ابو جبل ما بانش بنسبه كبيره ايه الدنيا معاه، ولكن ابو جبل جاهز للمباراه وبيشارك زي ما قلنا في التشكيل بيحمل. بس محمد الشناوي قعد كدور، قعد مع محمد صبحي، انت حارس كبير، انت ثقه، نزلت في مباراه كبيره جدا واديت وما خفتش، واستعد ممكن تلعب وممكن تشارك قدام الكاميرون، كلنا واحد. طبعا ده بيعكس الروح اللي بين اللعيبه، وبيعكس الروح اللي موجوده في المنتخب، وبيعكس روح القائد. قائد اما يكون قائد، محمد الشناوي حارس خلاص، حارس بقى كبير جدا، حتى ما بيتكلموا عليه دلوقتي الصحف هناك في الكاميرون والكلام ده، يقولوا حارس الافضل في افريقيا ومن افضل حراس العالم ومعروف في العالم كله. يعني هم حتى تعليقاتهم عليه ان ده بقى حارس معروف في العالم كله. فطبعا ده دور مهم جدا لمحمد الشناوي. حتى امبارح لما اتكلم في المؤتمر الصحفي كانت تصريحاته كلها ثقه وتاكيد على ان منتخب مصر قادر يعدي المباراه دي، وقادر انه يقدم انجاز خلال المباراه، وسمن دور صلاح. ده برضه اللعيبه ده بيعكس لنا الحاله اللي موجوده في منتخب مصر عكس ما يروج البعض. يعني انا مش شايف، انا بنتقد الحقيقه، واستغل وانا هنا انتقد الاعلام، مش عايز اقول الاعلام يعني غير مسؤول او كذا، البعض اللي يكتب، حد يكتب اكيد اللي بيكتب ده غير مسؤول، خلافات في منتخب مصر، مش عارف الوان في منتخب مصر، اهلي وزمالك، مش الكلام ده كله مش موجود، ومش موجود جوه منتخب مصر، مش موجود في الواقع. لا مفيش الكلام دوت، وخلي بالك الصوره يعني بمليون تعبير ومليون كلمه، احنا الصور اللي بنشوفها تكاتف اللعيبه، الصوره اللي شفناها شناوي مع ابو جبل، شفنا محمد صلاح وهو ناطط فوق ابو جبل وفرحه قد ايه صلاح بالفوز، شفنا تريزيجيه وهو القعده وصلاح، لا الروح ديت انا كنت لعيب كوره وعارف، احنا كنا بنمر بحاجات لما بتكون الروح مش موجوده ما بتلاقيش الكلام ده خالص، لا على العكس تماما، بايدك ان الاجواء ما بين اللاعبين اجواء جيده جدا، وان الشناوي كان بيتكلم ان وفرصتنا واحد افضل لعيب على مستوى العالم موجود معانا وبيحفزنا وبيقعد معانا، واحنا فخورين بمحمد صلاح انه موجود معانا، فكل دي اجواء ايجابيه ان شاء الله النهارده تنعكس على ادائنا في الملعب يعني ان شاء الله. الله كابتن، يعني انت شو يعني الروح دي موجوده، تصحيح كابتن محمود الخطيب، يعني تصحيح كابتن محمود الخطيب اول امبارح، قمه المسؤوليه الوطنيه، انت فرقتك يعني في النهايه هقول للنادي الاهلي هو بيلعب باسم مصر وبيلعب كاس العالم للانديه، ولكن لما حصل تعرض قال ايه؟ مصر اولا طبعا، والعالم كله خدها عنه، مصر اولا. احنا كنا اتكلمنا من البدايه وقلنا ان هيبقى في تعارض بين البطوله وبين مونديال الانديه، ولجانا للاتحاد المصري والاتحاد الافريقي وعدونا بحل، مفيش حل. كابتن الخطيب في النهايه قال ايه؟ ولكن في النهايه قال ايه؟ مصر اولا. خلاص ما دام حصل تعارض بين مصلحه مصر وبين مصلحه النادي الاهلي، هو دايما النادي مصر الاهلي اولا، هو ده النادي الاهلي دايما مش بنقول يدفع ضريبه، ده واجب النادي الاهلي اولا. احنا اتعلمنا في النادي الاهلي طبعا، شعار النادي الاهلي ده شعار، واحنا يعني الاهلي فوق الجميع، لكن يبقى منتخب مصر فوق الجميع، ده طبيعي جدا. كنت قبل الفاصل بكلمك على التحول شخصيه كروش في خلال التصريحات اللي طلعت قبل البطوله واثارت الكثير من الجدل على مستوى السوشيال ميديا، وما بين تصريحاته اللي اختلفت تماما يعني في الفترات الاخيره، شايف ده تغير في الشخصيه، فهم شويه شخصيه اللاعب المصري، فهم شويه الاجواء في مصر عامله ازاي، علشان كده بدا يعني تصريحاته تميل الى الايجابيه؟
بص يا كابتن، كروش جه زي ما بيقولوا متضل النار على طول، جه على ماتشات حسام البدري اتشال، نزل هو على ماتشات مهمه لازم عشان يحسم تاهل، حسم المرحله الاولى، وصل للمباراه الفاصله، دخل بعدها على بطوله كانت وديه حاول يستكشف فيها، ما استكشفش كل المنتخب لان كانت العناصر الاساسيه كلها غايبه تقريبا في بطوله كاس العرب، بس فادته البطوله دي جدا انه استكشف عناصر اهي موجوده وبتقدم لنا وبتعمل شغل عالي كبير جدا في البطوله دي، زي عمر كمال كعنصر ثابت في التشكيله من بدايه البطوله بعد اصابه اكرم نجمنا اكرم توفيق، ومحمد عبد المنعم مدافع مستقبل كبير جدا ومدافع متميز جدا صحيح. فبرضه التجربه بتاع كاس العرب افادته الراجل في بدايه البطوله طبعا كل الناس، وده اثار حاله من الاستياء في الشارع المصري ضده كبيره، قال انا جاي عشان كاس عالم، كل ما اتكلمه انا جاي عشان كاس عالم، ما تسالنيش غير على كاس العالم. طب ازاي بطوله افريقيا؟ بطوله افريقيا دي مهمه جدا في الشارع المصري، مهمه جدا عند كل واحد جمهور اللي بيحب الكره في مصر، حاجه مهمه جدا عنده بطوله افريقيا صحيح. مع توالي مباريات البطوله لقينا التون اختلف بتاع التصريحات بتاع الراجل، الراجل خلاص بقى كل ماتش يتكلم، كل ماتش يطلع بعد الماتش يوجه كلمه لعيبته عبر حسابه على تويتر او في مؤتمر صحفي، يا رجاله احنا بيكوا بالقلب وبنعدي مرحله، رايحين على مرحله جديده، وبدا بيقول احنا موجودين عشان البطوله، احنا موجودين احنا عشان بننافس البطوله، احنا بننافس على اللقب يعني صحيح. حتى انا يعني انا كنت اسالك كابتن هاني معلش ناصر دور، هل في نوع من المدربين كده بيحب يدي يعني قبل ما يبدا بطوله مثلا ما يعشمش؟ هو كذا. طبعا الكابتن جوهري كان في بطوله 98 هو بيرفع الضغوط شويه على اللعيبه، لان كان في هوجه كبيره جدا جدا على المنتخب في 98، وكان في عدم رضا على ادائنا، اقول انا مش هعمل حاجه، فهو طبعا عايز يرفع الضغط علينا شويه، قال لهم انا رايح احقق المركز ال 13، ولكن في الغرف المغلقه كان في كلام مختلف تماما، يعني هو بيقول انا بحاول بقدر الامكان اقوم بدوري ان انا بشيل من الضغوط، لكن انتوا عليكم مسؤوليه كبيره جدا، احنا رايحين علشان نوصل لابعد نقطه في البطوله وناخد البطوله. ده الكلام اللي كان بيتقال في الغرف المغلقه، وكنا احنا شغالين على ده، فالكابتن جوهري رفع الضغوط علينا شويه. كيروش كان بيقول كده معرفش علشان رفع الضغوط، ولا هو بالنسبه له كان واخد جزئيه مور بروفيشنال شويه، ما تحاسبنيش انا متعاقد مع الاتحاد المصري على كاس العالم، وبالتالي ما حدش يكلمني على بطوله افريقيا. التون نفسه مش صح، يعني طريقه ادائه للتصاريح ما كانش صح على عكس دلوقتي. طيب خلينا نروح ونقول يا اهاب ان معظم او النقاد كلهم بيقولوا ان طريق المنتخب الكاميروني كان طريق سهل للوصول لدور قبل النهائي، على عكس المنتخب المصري اللي كان يمكن لعبنا اقوى الفرق اللي موجوده، فلو كان فريق الاعداد محضر لنا مشوار كمان منتخب مصر والكاميرون خلال البطوله كمان نبص عليه، فانت ايه رايك؟ ده هيكون في صالحنا ولا ممكن جدا يكون وصلنا لدرجه كبيره من الارهاق والتعب ويكون لصالح المنتخب الكاميروني؟ انا بالفعل يا كابتن شايف ان دوت الاختبار الاول والحقيقي لمنتخب الكاميرون في البطوله. يعني لو قلنا ان تم لهم اختبار فهو يكون بوركينا في دور المجموعات، ان هي كانت معاهم هي مباراه واحده طبعا. انا خليك معانا يا ايهاب، طبعا مشوار مصر والكاميرون 5 مباريات لغايه دلوقتي، طبعا المنتخب المصري فاز 3، الكاميرون فازت في 4 مباريات، التعادل 1 لكل منتخب، المنتخب الكاميروني لم يهزم، منتخب مصر يمكن خسر مباراه الف تتحقق قدام المنتخب النيجيري. من الاهداف مصر ليها 4 اهداف، يمكن يعني الكاميرون ليها 10 او اعتقد 11 هدف، لان في 11 هدف للمنتخب الكاميروني عليه منتخب مصر عليه هدفين، المنتخب الكاميروني 4 شباك نظيفه المنتخب الكاميروني مره واحده، ف يعني ما حسبناش ضربات الجزاء، لكن كمل ان احنا ان المنتخب المصري يمكن عدى على منتخبات قويه جدا، منتخب الكاميروني يمكن زي انت بتقول يمكن منتخب الوحيد اللي واقف قدامه شويه منتخب بوركينا فاسو. هو كانت مباراه بوركينا هي دي الاختبار الوحيد اللي قبله، باعتبار ان بوركينا اثبتت انها منتخب قوي ووصل للمربع الذهبي صحيح. من ضمن فرق المربع الذهبي، اذا فهو منتخب قوي جدا كان موجود معاه، ده الاختبار الوحيد اللي قبله في مشوار البطوله وكان في دور المجموعات. اما منتخب مصر فبالورقه والقلم يا كابتن هاني نقول ان احنا قابلنا 3 من المرشحين للقب من بدايه البطوله، وبالعكس بعد الدور الاول الكل رشح نيجيريا بعد الـ3 انتصارات طبعًا. ان هي تنافس بقوه صح. على لقب البطوله الافريقيه الموسم ده، وبعد الظهور الرائع جدا للنسور في الدور الاول احنا قابلنا منتخب نيجيريا احد اقوى المرشحين للقب، خسرنا منه بهدف، وفي مباراه تعرضنا فيها للظلم من الحكم اللي هيحكم النهارده بكاري جسامه صحيح.
لغلنا ساعتها ضرب جزاء سليمة لما اتمسكت رجل زيزو. يعني خلينا نقول بكل أمانة نكون برضو ما كانش منتخب على المستوى الجيد وكنا نستحق الهزيمة بصراحة. تمام، لم يكن على المستوى، لكن احنا بنتكلم اللي كان جوه أرض الملعب. جوه أرض الملعب كان ليها ضرب الجزاء بإجماع كل النقاط، كل الحكام، خبراء التحكيم اللي شافوا المباراة. فأنا قابلت منتخب نيجيريا خسرت بهدف وحيد، قابلت منتخب كوديفوار أحد أقوى الفرق اللي غلب حامل اللقب، يعني مش عايزين نقول بلغة الكورة 3-1 نتيجة كبيرة قدام المنتخب الجزائري يعني، وتقدم عليه تماما، سيطر على المباراة بالكامل. وفي النهاية منتخب المغرب برضو اللي عمل نتائج قوية جدا في دور المجموعات وماشي بقوة، قدر برضو منتخب مصر يقابله ويتفوق عليه. إذن إحنا عدينا باختبارات صعبة كتير. الاختبار معانا في المباراة دي وفقا للعيبة، أنا شايف إن اللعيبة بقت خلاص تعودت الضغوط، تعودت المباراة القوية، بعكس منتخب زي ما بيقول منتخب الكاميرون ده هيكون أول اختبار حقيقي ليه. حتى في دور الثمانية منتخب الكاميرون قابل منتخب جامبيا اللي يعني هنقول الجديد على الساحة القروية الأفريقية وما عملش حاجة مؤثرة في البطولة. على مستوى الشكل خلينا نتكلم على التكتيك ونتكلم على الأداء من خلال برضو بعض الإحصائيات اللي محضرها لنا فريق الإعداد، نشوف على مستوى التكتيك، على مستوى الاستحواذ، على مستوى الكرات العرضية، نشوف برضو دوت على الهواء برضو عشان نشوف برضو من بعض النقاط دي بنطلع برضو نقاط الضعف والقوة. المنتخب الكاميروني كان معدل الاستحواذ 60%، معدل مصر 54%، وده يلجأ ان منتخب مصر يعني ممكن بيشتغل على الكاونتر اتاك بشكل افضل شوية، والمنتخب الكاميروني ممكن عنده عملية التحضير من الخلف وبناء الهجمة يكون افضل شوية. التمريرات ومعدل التمريرات الصحيحة نسبتها للكاميرون 87%، لمصر 81%، متقاربة. التصويب على المرمى وده لازم يكون في الحسبان ان المنتخب الكاميروني بيسدد بشكل كبير، 81 تسديدة ما بينهم، منهم 31 ما بين القائم والعارضة. منتخب مصر 63 منهم 19 ما بين القائم والعارضة. برضو التصويب بخارج من خارج ال 18 جزء إيجابي في المنتخب الكاميروني. إجمالي الفرص الكاميرون 40 مصر 29، وبالتالي الكاميرون عنده بيخلق فرص للتهديف بشكل أفضل. إجمالي الأهداف المتوقعة 11 مقابل 7 لمصر. الأهداف ومعدلها بنسبة 2.2 للمنتخب الكاميروني اللي هو جاب 11 هدف، مصر كان 0.8 اللي هو الأهداف 4 أهداف. دخل مرمى 4 المنتخب المصري، نسبة المعدل دخول الكرة المرمانة كان 0.4 ودخل هدفين، شباك نظيفة المنتخب المصري هدفين. الأرقام دي أهب بتقول لك إن، وده أرقام ممكن المدير الفني يستعين بها في تحديد قوة القوة للمنتخب الكاميروني. المنتخب الكاميروني عنده تسديدات من خلف، عنده استحواذ بشكل كويس، وبالتالي بيبني الهجمات. انت شايف يعني في الجزئية دي نشتغل على ازاي كروش؟ هل نلعب زون ديفنس؟ هل ممكن نستغل اول 5 دقايق ويبقى الضغط من قدام وبعدين نرجع في نص الملعب زي ما عملنا امام المنتخب المغربي؟ هل الكثافة العددية في نص الملعب يكون في تعليمات ان اول ما نخسر الكرة مهم جدا جدا ان يكون في الثلاثي موجود، عمر مرموش لازم ينزل، مش هقول محمد صلاح ينزل لكن يكون في مساعده كمان من محمد صلاح. كل الامور التكتيكيه دي هنتكلم فيها مع ايهاب، لكن نطلع لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. ايهاب، كنا بنتكلم وكلمنا باستفاضه على ابو بكر طبعا راس حربه المنتخب الكاميروني ولاعب النصر، لكن كمان عندهم عناصر مهمه جدا ولاعيبه محترفه في اكبر الانديه الاوروبيه. شايف مين اهم العناصر اللي ممكن جدا يكون مؤثر النهارده؟ اول حاجه اول خط قوه في الفريق ده يا كابتن، واحد من افضل 5 حراس في افريقيا في اختيار الفيفا طبعا، الحارس اونانا، حارس اياكس امستردام الهولندي. ده حارس قوي جدا، مميز جدا. عندهم لعيب في نص الملعب، لعيب بيلعب في نابولي الايطالي وهو اعاره من توتنهام الانجليزي، لعيب اعتقد راح الانتر دلوقتي اللي هو حضر امبارح المؤتمر الصحفي. أيه. انجيسا ده مدافع قوي جدا. عندهم طبعا النجم الكبير تشوبو موتينج، الورقه زي ما احنا بنتكلم اوراق منتخب مصر عندهم، ده ورقه بره دايما وساعات بيبدا بيه، ده ورقه خطيره جدا تشوبو موتينج بايرن ميونخ الالماني. عندهم جاناجو مهاجم بيلعب في لانس الفرنسي. عندهم طبعا قال اوتوكو كامبي واللي بادئ بيه النهارده جنب ابو بكر، ده هداف المنتخب وهداف فريق ليون الفرنسي، ليون فريق حامل لقب بينافس دايما على لقب الدوري الفرنسي. فعندهم تشكيله قويه جدا من اللعيبه، عندهم
سليكي ده برضو بيلعب في ميدلزبرا الانجليزي، مجموعه من الاسماء الكبيره في سماء الكره الاوروبيه موجوده من منتخب الكاميرون. ده طبعا فينس ابو بكر، ده طبعا الراس حربه المنتخب الكاميروني، عدد مشاركات طبعا 5 مباريات، 6 اهداف، صناعه الاهداف 1، صناعه الفرص 5، برضو صناعه الفرص 5 برضو يقول لك انه لعيب اسيست، يعني ممكن جدا يصنع فرص كتيرة. طبعا 5 مباريات 5 اسيست مش وحش. تصويب على المرمى 27 منهم 14 ما بين القوام والعرضة، مراوغات الصحيحة 26 مراوغة منهم 18 صحيح. هنشوف كمان أرقام صلاح خلال ال5 مباريات اللي فاتوا، كمان مهم جدا نشوف أرقام محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكم، أهداف 2 في 5 مباريات، صناعة الأهداف هدف، صناعة الفرص 7، تصويب على المرمى 13 ما بينهم 6 ما بين القائم والعارضة، والمراوغات 25 منهم 10 مراوغات صحيحة. الإفكت بتاع محمد صلاح مش بس في الأرقام، أعتقد على مستوى كل تقريبا ما محمد صلاح بيمسك كرة في رجليه بتحس فيه خطورة للمنتخب المصري. كل هجمة محمد صلاح بيشتغل عليها بشكل كويس، أعتقد بتشكل خطورة على المنافس. خلينا نرجع تاني، وانت قلت لي في الفاصل تاريخ مواجهات مصر والكاميرون قريبين جدا من بعض على مستوى، يعني على مستوى البطولة الأفريقية. انا برضو يا كابتن ليا تعليق بسيط على الارقام دي قبل ما اخش في النقطة دي، ان برضو لازم تبص للمنافس، المنافس اللي انت قابلته على مدار 5 مباريات والمنافس اللي البطولة الحالية اللي عمل الارقام بتاعت فينسنت ابو بكر دي، الارقام اللي فرق عن صلاح، ويمكن بول يبص يقول لك يا شوف عامل قد ايه وصلاح عامل قد ايه. لا، انا قابلت منافسين على اللقب، انا قابلت 3 فرق مرشحين للفوز باللقب، غير المنافس اللي قدامي اللي قابل كلها طول مشواره تقريبا فرق ضعيفه، وكان في انتقادات للجنه المنظمه بسبب ده، وقال لك المنتهى يعني في فرق، ده بيعمل فرق ارقام، وان كان ده لا يلغي برضه لازم ناكد ان فينسنت ابو بكر مهاجم خطير جدا، هو قناص، هو 27 تسديده في 5 مباريات، يعني معنى كده انه عنده فوق ال5 تسديدات في كل مباراه، يعني ده مهاجم قوي، مهاجم خطير وهداف ومؤثر على المرمى طبعا. طيب لغه الارقام عندنا بتقول ان منتخب مصر اتقابل مع منتخب الكاميرون خلال التاريخ 27 مرة حقق منتخب مصر الفوز في 15 مباراة مقابل 6 تعادلات و6 هزائم لمنتخب مصر. إذن على صعيد الأرقام دي بشكل عام منتخب مصر يتفوق. على صعيد بطولة كأس الأمم الأفريقية، المباراة النهاردة هتكون رقم تحمل الرقم 11 بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية. اتقابلوا قبل كده 10 مرات، قدر منتخب مصر إنه يحقق الفوز 5 مرات، منتخب الكاميرون حقق الفوز 4 مرات وتعادلوا مرة واحدة. من المفارقات العجيبه بين الفرقتين دول بالذات لان هم الاقوى، احنا بنتكلم يا كابتن خلي دايما نتكلم الناس من النهارده تعرف، احنا بنتكلم عن البطل التاريخي ووصيفه صحيح، 7 ألقاب و5 ألقاب، يعني حتى في حال الفوز الكاميرون اللي احنا ما قلناهوش عن البطوله هتبقى 6 ألقاب وانت مصر 7، فانت بتتكلم عن البطل التاريخي للمسابقه، منتخب مصر 7 ألقاب خلال بطوله كاس امم افريقيا على مر تاريخها، والوصيف بتاعه على طول منتخب الكاميرون، فمنتخب مش قليل ومنتخب كبير ومنتخب تاريخه كبير في البطوله. اتقابلوا في النهائي 3 مرات، النهائي الشهير طبعا حضرتك تعرفوا نهائي 86 اتقابلوا فيه، واتقابلوا في نهائي 2008، وفي الاثنين النهائي دول منتخب مصر حقق الفوز 2017 طبعا، وفي 2017 منتخب الكاميرون حقق الفوز. وللمفارقه برضو اللي جاب الهدف اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، جاب هدف الفوز في الدقيقه 89 اللطشه الشهيره كان فينسنت ابو بكر، رغم ان احنا المباراه دي عملناها بشكل جيد جدا وتقدمنا يمكن بهدف النني صحيح. الهدف النني الشهير اللي جابه من جنب القائم كده سد التسديده ودخلت، كان منطلق ساعتها من جبهه اليمين صحيح. وجاب جون جميل جدا. لكن منتخب الكاميرون في الشوط الثاني في النهائي ده 2017 اللي هو كان نهائي غريب برضو، الناس مستغرب يعني، كل اللي كان يشوف الماتش يقول مصر ما تخسرش خالص. نيكولاس نيكولو جاب جون التعادل تقريبا في الدقيقه 59، وبعد كده فينسنت ابو بكر في الدقيقه اللحظات الاخيره من الدقيقه 89 من عمر المباراه لطش كده وجت الجون، كان هو برضو فينسنت ابو بكر اللي موجود معاهم النهارده وبيقود خط الهجوم. ولكن في النهايه كابتن التاريخ لا وجود له في كره القدم صحيح. صحيح. احنا قبل ماتش المغرب قال لك التاريخ والمغرب منتصر سجله علينا عالي وكذا، ولكن منتخب مصر هو موضوع الكعب العالي دوت خلاص اختفى من الكوره، ماتش ليه وجود في كره خلاص القدم، خلاص الموضوع انتهى تماما، انت ركز في الملعب، لازم تأدي بشكل رجولي، انت ليك النهارده التاريخ ممكن نتكلم عليه ونتكلم ونقعد نحكي، لكن دايما الحاضر هو ان شاء الله باذن الله الحاضر يكون لصالح منتخبنا ونوصل للمباراه النهائيه اللي في اعتقادي كمان هيبقى مكسب كبير قوي ان شاء الله نوصل للمباراه النهائيه، هتلعب السنغال، السنغال كمان هتبقى بروفا ولا اروع للمباراه الفاصله لكاس العالم والوصول لكاس العالم، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا باذن الله.
شهاب بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. نلحق علشان نروح نلحق الماتش. شكرا كابتن هاني، وكنت سعيد بتواجدي معاك، بوجودك معانا. ربنا يخليك كابتن، كنت سعيد بتواجدي معاك. شكرا جزيلا، شكرا كمان لحضراتكم. سريعا عشان نلحق نشوف المباراه، كل التوفيق يا رب لمنتخبنا والفوز والوصول للمباراه النهائيه يا رب. النصر لمصر ان شاء الله. اشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي ويوم جديد من المحترف.